بنتي الله يرضى عليكي حاجة تبكي حاجلك بنتي حاجة الله يرضى عليكي. جوزي مات يا أبي وما بدك ياني نهروك. والله شو بدي أحكي معك ما نعرفه بس بنتي أمي أمي ضبي بقشتك وأمشي معنا على البيت. لا يا أبي لا أبوس إيديك اتركني أنا وابني هون ببيت جوزي المرحوم الله يخليه. إيه أحسن أحسن يعني قصدي إنه البيت ما بينترك هيك فاضي. أنا بنتي ما رح خليكي قاعدة لحالك والله ما أنت ماسكة البيت. قومي الله يرضى عليكي قومي جهزي حالك قومي بنتي. حاضر يا أبي حاضر. لا إلي تصريف لهالمصيبة إلي جوها. قصدك بنت جوزك؟ هيك طبعا بنت جوزي. لك مين في غيرها؟ لك الله وكيلك قلبي عم يتقطع كل ما بشوفها حاملة ابنها وبيتقطع أكثر لما بشوف جوزي حاملة وعم يلعبه. لك منين اجتني هالمصيبة؟ لك بنتي انت شو جابرك تتحمليها؟ تضل ببيت جوزها كانت؟ يا أمي لو ما رضيت إنه تجي لهون كان رح يضل عنده ويتركني لحالي. هيك لكان؟ إيه والله يا أسعد صغري خسارة خسارة كبيرة كتير. الله يرحمه والأمر لألكم. ليش تترحم أمي وبربح؟ الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة يا رب. أمي ما قلت لي تبدك تضل هون ولا بدك ترجع على حلب؟ لا عمي لا أنا صفيت تجارتي بحلب ورح ضل هون لأنه مثل ما بتعرف يا مرحوم أخي عنده مالكانات وعنده تجارة وعنده اسمه يعني ما بينترك. مزبوط يا ابني مزبوط اسمه كان كبير كبير كتير بين التجار. بالنسبة لمرت أخي وابنها رح ياخذوا حقهم من الورثة على دوس بارا حسب ما بيقول الشرع والدين إلا بيت أخي الله يرحمه. هذا البيت إله ولابنه قيمت ما بدها بتروح بتسكن فيه. أصيل يا أخي أصيل كتر خيرك. ولو يا عمي أبو رباح حين ندم من ريحة المرحوم الله يرحمه بعدين أنا بكون عمه لابنه يعني أنا أولى فيه. الله يرحمك ويحسن إليك. شو كنت بضاي؟ أمك قالت لي إنه هالمقوصة مو راضيانة تتجوزني. ممكن أفهم ليش؟ يعني ليش لك أخي؟ قال بدها تربي ابنها ما بدها تتجوز. لك فوق ما لميناها من الشوارع جاي تشوف حالها علينا هي وأبوها. اسمع أخي قسما بالله إذا بتبقى لحظة واحدة هي وابنها عندي بالبيت والله لطق طقيق. بتعرفي لك أخي أنا عندي حل. يدي بزن نارك لك أخي شو هو؟ صبحي بغجاتي تعرفي؟ هي بعرفه. هدي روك من إيدك طال عندي شوي. امرني معلمي امرني. بيت أبوه لمرت أخي الله يرحمه بتعرفه؟ طبعا طبعا بعرفه. مو هذا اللي ساكن ببيت مرته بنت ابو عزو مزبوط؟ يا عين عليك. ليك هدول مصاري خليهم معك ايمت ما خلصت شغلك قبل المغرب او بعد المغرب بتروح لعندهم على البيت. هات اخي الله يرحمه ساكنه عندهم بالبيت بتشوف شو بدها شو لازمها بتامن له بترجع لعندي فورا. خلصت شغلك هلا؟ ايه اعتبره خلصت. لا لا في لسه شوالين روح كملهم روح. حاضر معلمي حاضر. يلا 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 هاتوا 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 لنا يلا. هات صحن المحلي بعت لك يا عمي ابو رباح. سلم ايديك يا اخي. بس والله ايديك احلى من المحلي كله. بعد عني يا ابن الحرام اكسر ايدي الله لا يوفق الله لا يوفق.
فهاد؟ انت متاكد من الكلام اللي عم تقوله لك ابو حدو؟ طبعا يا معلمي متاكد، وهذا اللي صار امبارح الله وكيله. وانت بتعرفه منيح هالزلمه؟ طبعا طبعا بعرفه، ما بعرف غيره، هذا واحد خسيس ومسموعياته ما منيح بنوب. هيك لو كان. اسمع ابو حدو. نعم معلمي. هاي السيرة بتنام عليها وما بتفتح قدام كائن يكون. حاضر. عم تسمع؟ ايه حاضر. روح لشغلك يلا. يلا. والله العظيم والله العظيم انا ما عملت شيء، ابي صدقني. لك بنتي لا تحلفي، انا مصدقك لا تحلفي. بس لو اعرف مين هالابن الحرام وليش هيك عمل؟ راح اعرفه، ولك راح حاسبه كمان. يا ابي سامحني مشان الله خجلتك قدام بيت حماك. لك لا تحكي هيك، لك بنتي لا تحكي هيك. انت ندى، ندى العفيفه الشريفه، لك انت بنت ابو رباح. الله يخلي لي اياك ويديمك فوق راسي يا حبيبي. الله لا يوفقك، خربت لي بيتي، جوزي ترك البيت واخذ بنته وراح، طلعني من هالمصيبه يلا. طولي بالك يا اختي طولي بالك، ارحمي حالك رح تنجلطي. والله شو انا شلون بدي اطلع من هالمصيبه اللي حطيتني فيها؟ خلص اختي طولي بالك، بلاقي لك حل. شو هو؟ اختي انت مو مخبيه سر الذهب بالصندوق بغرفه نومك؟ ايه شو بقى؟ بسيطه سرقة. لك يا سيدي هذا الحكي مو مزبوط بنو. انت ما حدا سألك الحكي لبنتك. لك يا سيدي انا مربي بنتي على الاخلاق وعلى الشرف، بنتي لا يمكن بدي ايدها بنو. قلت لك اسكت. سيدي انا والله ما دخلني بهالكلام. يعني مو انت اللي سرقتي ذهبات خالتك برتبوكي؟ والله العظيم انا ما سرقتهم ولا شفتهم. لك ليش ادعت عليكي وادعت انك انت سرقتيهم؟ ما بعرف ما بعرف. على كل الأحوال نحن رح نستكمل التحقيق وانتي رح تضلي عنا الحق. تفضل. حضرت لي وزباشي هذا واطي عنده كلمتين بده يقولهم قدام الحاضرين من بعد اذنك. انتي بتعرفي منيح انتي واهلك إنه بنتي مو عايبة وبنتي مو حرامية، بس انتو عملتوا هاد الشيء لأنه بنتي رفضت تتجوز أخوك ولأنك بتغاري منها. إيه بتغاري منها لأنك ما بتجيبي أولاد. صبحي صبحي عرفتي مين صبحي؟ صبحي اللي اتفقتوا معه عشان يعمل بنتي عايبة وحرامية. لك اعترف اعترف قدام اليوز باشي بكل شيء. هي صبحي اعترف بكل شيء وياتك خلصوا من عندي. ايه بنتي باعتبار العده وخلصت الليلي انت موافقه على اسعاد؟ بما اني عمو لابنك انا اولى بتربايته، وبنفس الوقت انا اولى فيكي. شو بنتي احكي. موافقه. ان شاء الله الف مبروك يا عمي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا عمي، معناته عن اذنكم. انا قايم جيب الشيخ. ها؟
على بركة الله. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. إن شاء الله ألف مبروك يا بنتي. ألف مبروك. الله عوضك. يسيد الرجال.